نخت تحت رحاب الباب آمالي، رميت ثم عصا سعي وترحالي، وقفت بالباب لا زاد ولا عمل، أنا الذليل أضرت في أغلالي، وهو الرحيم ولي في ظل رحمته، فيء يظلل من حر ومن صالي، أتيت يثقلني ذنبي أعالجه، يا رب حط خطيئاتي وأحمالي. قطعت يا رب درب العمر في سرف، أرجو نداك على ما كان من حالي. أي حد هيمشي في طريق المحبة والشوق إلى الله عز وجل لازم هيعدي على بوابة المعرفة، معرفة الله. وعلماء السير إلى الله تبارك وتعالى لما تكلموا عن المعرفة قسموا المعرفة لنوعين. النوع الأول من المعرفة هو المعرفة العامة واللي بيسموها معرفة الإقرار، وتقريبا كل الناس مشتركين في النوع ده من أنواع المعرفة. أما النوع الثاني وهو المعرفة الخاصة، معرفة بتوجب الحياء من الله عز وجل وتعلق القلب به في رحلة السير إليه، فضلا عن الشوق إلى لقائه والإنابة إليه والأنس به والفرار منه إليه سبحانه وبحمده. وكل ما زادت معرفة العبد بالله زاد إيمانه وتعلقه به، وأقرب طريق ممكن يوصل للدرجة دي من المعرفة هو تدبر أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. يقول ابن القيم رحمه الله: فالسير إلى الله من طريق الأسماء والصفات شأنه عجيب وفتحه أعجب، صاحبه قد سيقت له السعادة. طبعا غير أن كل اسم من أسماء الله الحسنى باب من أبواب الدخول على الله، ففي واحد ممكن يدخل على ربنا سبحانه وتعالى من باب الرحمة، واحد تاني ممكن يدخل من باب المغفرة، واحد تالت يدخل على ربنا من باب اللطف والكرم، ورابع يدخل من باب القرب، وهكذا في علاقته مع ربنا سبحانه وتعالى في رحلة السير إليه. وكل ما زادت معرفة العبد بالله زاد الشوق لربنا سبحانه وتعالى، وكل ما زاد الشوق إلى الله تبارك وتعالى كان لذة القرب منه سبحانه وبحمده أعظم. واللي قريب من ربنا الحزن ما يعرفش القلب سبيق أبدا، وكما قيل: فلا حزن مع الله أبدا. قل النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبو بكر لما كانوا في الغار: لا تحزن إن الله معنا. إضافة على ده إن من ثمرات المعرفة بالله دخول الجنة، إن أنت لما تعرف ربنا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أنت تفتح لك باب أو طريق من أبواب الدخول للجنة بإذن الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. والإحصاء هنا بيكون إما إحصاء اللفظ أو فهم المعنى أو الدعاء بهذه الأسماء، قولوا ربنا سبحانه وبحمده ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، سواء كان دعاء ثناء وعبادة أو دعاء طلب ومسألة. يقول ابن القيم: فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وكذلك لا يسأل إلا بها. ومن ثمرات المعرفة تحقيق مقام الخوف من الله عز وجل، فكلما كان العبد بالله أعرف كان به أخوف، وعلى قدر المعرفة بتكون الخشية في قلوب السائرين إلى الله. قال رب العالمين: إنما يخشى الله من عباده العلماء. عشان كده أعد علماء السير إلى الله عز وجل معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى من أجل أعمال القلوب. يقول العز بن عبد السلام: معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى من أفضل الأعمال شرفا وثمرا. وكل اسم من أسماء الله الحسنى ليه طعم خاص بياخد وبيساعد القلب في تحقيق مقامات مختلفة من مقامات العبودية لله عز وجل في رحلة السير إليه. فتلاقي مثلا إن أسماء العظمة والكبرياء والجلال بتورث داخل القلب مقام الخوف، وأسماء الجمال والبر والإحسان بتورث داخل القلب مقام الرجاء، وأسماء العز والحكمة والقدرة بتورث القلب مقام الخضوع والانكسار لله عز وجل، وأسماء الغنى والكرم بتورث القلب الافتقار لله عز وجل. وبتحقق المقامات دي في رحلة السير إلى الله. وفي نقطة مهمة جدا، إن تحقيق المقامات اللي احنا ذكرناها دي ما بتكونش على مستوى القلب وبس، ده كمان أثرها بيكون على مستوى علاقات وتعاملات العبد مع الخلق. فلا يمكن تلاقي أبدا واحد عرف ربنا بجد باسمه المتكبر وتلاقيه هو بيتكبر على الناس في تعاملاته، وصعب تلاقي واحد عرف ربنا باسمه الغفور وما تلاقيهوش بيغفر زلات الناس أو يتجاوز عنهم، وهكذا في بقية أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. فهنا يحصل توازن ما بين المعرفة الحقيقية بالله والعلاقة الناتجة من هذه المعرفة مع الخلق. وفي نقطة مهمة محتاجين إننا نختم بيها كلامنا النهاردة، وهي
إن كل معرفتنا بالله سبحانه وتعالى ما هي إلا محض فضل من ربنا عز وجل علينا. أقول ابن القيم في المعنى ده: فما عرف الله إلا بالله، ولا دل على الله إلا الله، ولا أوصل إلى الله إلا الله، فهو الدال على نفسه بما نصبه من الأدلة. والمعنى ده كان واضح جدا عند الصحابة رضي الله عنهم اللي تربوا عليه على إيد سيد العارفين بالله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما سئل أبو بكر الصديق: بما عرفت ربك؟ فقال: عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلنا به عليه على الوجه الذي يرضيه عنا في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لله تشتاق أرواح متيمة، لا أبعد الله هذا الشوق عن بالي. لله كل صفات الحمد كاملة، هو المنزه عن نقص وإخلال. لله تشتاق أرواح متيمة، لا أبعد الله هذا الشوق